السلام، شنو احوالك؟ لاباس؟ الحمد لله، تفضلي. عايشك يخليك. بربي اني يعني عندي بايا توفى عام 2020. طيب. بعد ما توفى بايا بمدة هيك، يمكن مش برشا، هيك يمكن 6 شهور، عندي زوز بنات ولد. طيب. نحلم بزوز بناتي ماتوا. طيب. قعدت كانت طفل، من كثر ما تقهرت مشيت شريت دار مقابلة الجبانة، كما نقول مقبرة طيب. بالضبط، وقعدتك المقهورة ودموعي هابطة لكن بلاش صوت، فهمت؟ نبكي نمشي لدارنا مش بعيدة على الجبانة باش تمام نشوف الثاني كل يوم. تمام بناتي زوز بدفنتهم الزوز فوق بايا بالضبط، يعني بايا مدفون، حديت القبر ودفنتهم فوق بايا تمام وانتهت الرؤية. فقط وقمت. طيب، أول حاجة، أنت عندك أخين غيرك؟ احنا 8 بنات. 8 بنات. عندك فيهم 2 أنت قطع صلة رحمك بيهم ومفيش بينك وبينهم تواصل نهائيا؟ ليه احنا ديما هيك مع بعضنا؟ ما فهم اخواتي مش هني، يعني عايشين لبرا. يعني بس في 2 مفيش تواصل بينك وبينهم؟ لا لا، فما كل نحكي معاهم. طيب، جميل جدا، حلو قوي، دي جزئية كويسة. طيب، وابوكي ميت من 3 سنوات صح؟ وي صحيح. وانت بتنتظري حمل، تبغي انك انت تحملي تاني ولا اكتفيتي خلفه؟ لا يعني كهو مطلقة، يعني عندي من عام، عندي تو من عام 2000 من عام 2020 مطلقة. انت مطلقة من 2020. وي مطلقة من سنة 2020 وأبوكي مات سنة 2020. وي شفت إن الزوز بنات بتوعك. طب أنت طلقت بعد الرؤية دي ولا قبلها؟ اني طلقت، يعني حكم الحكم بالطلاق بعد الرؤية. بعد الرؤية. وي تمام. ولما أنت اتطلقت بعد الرؤية، أنت رفعت على زوجك قضية خلع صح؟ مالها، يا عملت قالت اتفقنا على الطلاق، طلاق تراضي. بص يا سيدتي الكريمة، أول حاجة أنا عايز أقول لك على شيء. الرؤية ديت معنى إنك أنت مثلك زوز بنات، فمعناته إنك أنت يعني خسرت حاجة يعني جيدة في حياتك. فلعل إن الشيء اللي أنت خسرتيه ده هو الزوج اللي أنت انفصلت عنه، وفي أمر تاني يعني سبحان الله برضو أنت فقدتيه في حياتك. ففي شيئين أنت يعني سبحان الله راحوا في ال3 سنوات اللي فاتوا دولت، والشيئين دولت يعني كانوا جيدين عندك. إيه هما؟ أنا ما أعرفش نمط حياتك عامل إزاي، لكن معنى ان في طفلتين عندك ماتوا. لو انت كنت متجوزه كنت قلت لك ان ده حمل، والحمل هيكون في ولد. وعلاقتك باهلك كويسه، فمعناته ان مفيش قطيعه صله رحم، والا كنت قلت لك ان في صله رحم مقطوعه ب2 من اخواتك البنات. والامر لدي الثالث انك انت يعني ايه؟ منفصل زوج، فمعناته حاجه من 2، ان الرؤيه دي الدليل على انك انت يعني سبحان الله بتخسري شيئين في الحياه، والشيئين دولت يعني سبحان الله بيقدروا لك بعض المسائل. الشيء الاول منهم اللي تم اللي هو زوجك، واكيد في حاجه تانية غير زوجك انت فقدتيها. وايش اللي فقدتيه غير زوجك؟ بايا، يعني هذاك بايا برك، ما هذيك وجعتني بايا، خاطر يعني ما باش تدخل الفكره المخي اللي اني خسرت بايا، خاطر احنا مات في حادث مرور، هو ولدي، ولدي قاعد عايش لكن هو مات. تمام. يبقى اذا اختي الكريمه، هي الرؤيه زي ما قلت لك هو دليل على انك انت يعني سبحان الله في حاجتين انت بتفقديهم في حياتك، عشان كده انت مكور عليهم. معنى انك انت يعني سبحان الله انقهرت عليهم، فمعناته ان الحاجه ديت يعني حصل منها ان الرؤيه ديت انت شفتها تقريبا بقالك 3 سنين صح؟ ولا شفتها امتى؟ متى رايتها ايه الرؤيه؟ متى رايتها الرؤيه؟ ايش قلت لي؟ شفت الرؤيه امتى؟ متى وقت الرؤيه؟ من 3 سنين؟ الرؤية بعد، لا عام 2021 الرؤية. طيب، اذا عام 2021 زي ما قلت لك كده بالظبط، خساره شيئين في الحياه، والشيئين دول يعني سبحان الله عزيزين عليك، ومعناته انك انت تسترجعي بقى عند الله جل وعلا. لكن الحمد لله ان ما فيش صله رحم مقطوعه. لو كان في زوج فمعناته ان الفقدان دليل على عوض، واثنين بنات ان انت فقدتيهم فمعناته انك انت ترزقي بولد، بس ما فيش زوج منفصله فمعناته دليل على خساره شيئين عزيزين عليك. ايه الشيئين اللي عزيزين عليك؟ كان منهم الزوج اول حاجه تمت، وفي حاجه تانية ممكن مثلا يعني زي خساره في التجاره، خساره شيء كان عزيز عليك، شيء كنت بتمتلكيه وفقدتيه بالظبط كده.
فمعناته انك فهمتك. تفوض امورك لله جل وعلا، وربنا سبحانه وتعالى بيديك العوض. ومعنى ان في مقابر، فانا عايز اقول لك على حاجه، في الفترة الأخيرة ديت بتحس نفسك إنك أنت مقصرة في الصلوات المفروضة، وما بتأديش الصلاة بصيغة متكاملة، صحيح؟ وي صحيح صحيح عشان كده لما تشوفي مثلا، يعني سبحان الله، إن في طفلتين ماتوا، فمعناته إن يعني سبحان الله فقدان شيء عزيز، وكان الشيء الأولاني الزوج، والشيء الثاني اللي هو الصلوات، إنك أنت مش ملتزمة فيها. عشان كده شفت المقابر وشفت الجبانة، ومعنى إنك أنت دفنتون في أبوكي، فالامر ده دليل يعني سبحان الله على ان حياتك يعني سبحان الله غير مستقيمه، او بمعنى صح ان الذنوب طاغيه عليك، او الشيطان طاغي عليك. طب الشيطان والذنوب طاغي عليك بمعنى ايه؟ ان الانسان لما ما بيصليش، فمعروف ان ايه، يعني ممكن يتكلم مثلا، يأذي حد في الكلام من غير ما يشعر، يعمل اي ذنب من غير ما يشعر به، لان كده هو في رحاب الشيطان. فانا عايزك انك انت تحافظي على الصلوات المفروضه فوجدتها، وكثره الاستغفار، حتى انك انت المقابر اللي انت رحتي قعدتي في وسطها دي تخرجي منها. يعني بمعنى صح، حياتك كلها مشاكل وهموم الان، واذا اردت ان تخرجي من هذه المشاكل والهموم ويعوضك ربنا سبحانه وتعالى، انت عشت سنتين في الهموم والمشاكل، ودولت يعني ممكن يكونوا البنتين اللي ماتوا وانت كنت مكوره فيهم. فانا عايز اقول لك ان السنتين اللي فاتوا دولت ممكن يكونوا اشد قهر سنتين انت مريت بيهم. فعلا وانت عايزه حياتك تتغير وتتبدل، بدليها. هتبدليها بايه؟ بالصلوات المفروضه. فهمتك. بارك الله فيك. مع السلامة. عايشك خليك مع السلامة. عايشك باي. لحد هنا هيكون انتهى البث المباشر بتاع يا شباب، على أمل أن ألقاكم غدا إن شاء الرحمن في بث مباشر آخر. نرجو من كل الأخوة والأخوات اللي بيسمعوني إن هم يدوسوا لايك ويعملوا مشاركات، واللي مش عايز يعمل مشاركة ولا يدوس لايك برضه يعني عادي، براحته جدا. تمام. شايفين الكآبة؟ كآبة ما بعدها كآبة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يا جماعة الخير، هنعمل بث مباشر بكرة بإذن الله. البث المباشر هيكون الساعة 8، ممكن نعمله تفسير أحلام فقط عشان نفسر عادة الكست. بالنسبة للأحلام هتكون بكرة كلها يعني عادة الكست. تمام يا أستاذة مريم، بكرة إن شاء الله أخدك إيه آخر اتصال بكرة إن شاء الله. طيب طيب ماشي إن شاء عشان الله. بس خليك متابع في الجروب. بارك الله فيك. بكرة شوف إن شاء الله الرحمن راح نعمل البث المباشر بتاعنا، هيكون كلته تفسير أحلام، هيكون رؤى هيكون تفسير أحلام فقط.